فقرة اللي هو 400 نقطة ذهبت إلى محمد المسردي و400 نقطة فقط لمحمد بندر، أما الباقي هي خصومات على مهذل وعلى نواف الروقي. نروح إلى القرعة وعطونا ثلاثة أسماء جديدة. القرعة صح؟ أنت تسمونها القرعة وأنا أقول القرعة. يلا أسوي نفسي بدوي، وقف علي شمراني. حياك الله يا علي. علي طبعا بسم الله ما شاء الله حظه جميل، هل تكون الثالثة ثابتة اليوم؟ نشوف. يلا نروح إلى هي ما هي قصيدة، شوف يلا. يلا الثاني وقف. مرحبا يا سعد بن فيصل. نروح إلى الثالث في القرعة، وقف. مرحبا يا باسم المطيري. لحد يصفق، لحد يصفق يا أخوي، لحد يصفق. هذا مضيع حيا. حياكم الله شباب. أبقاك الله. علي طبعا من بديت معي كل مكانك هذا ما تغير صح؟ إلا هنا أخذت 5000 مكان باسم. وأخذت 3000 في مكانك. يعني باقي بس الوسط. والله اليوم ما ندري بنشوف. يلا نتوكل على الله ونروح إلى علي معك ثقافة وإعلام اقتصاد تجارة ورياضة. رياضة. السؤال في الرياضة يقول معك 30 ثانية عليك إنك تجاوب سريعا وفالك إن شاء الله التوفيق. السؤال يقول من هو صاحب أجمل هدف في كأس العالم الأخيرة بقطر؟ فينيست، أبو بكر، نيمار، ريتشارليسون. صاحب أجمل هدف في كأس العالم الأخيرة بقطر اللي كان العام الماضي في 2022 في هذا الوقت. يا علي أعطني الإجابة. هدف نيمار. فينيست، أبو بكر، نيمار، ريتشارليسون. ريتشارد ليسون. يلا الوقت. فينيسيوس. ابو بكر. ابو بكر اثبت. ثبت. هي الاخيره اللي قلت قبل شوي. هي الاخيره ولا الاولى؟ انك قلت ليسون لو انك مخليها. هدفنا نيمار بعد اثنين. للاسف كانت الاجابه خاطئه. يعني فدا لكن اسلام. يلا طبعا 2022 يذكر أن يعني العام الماضي وكأننا في هذا الشهر. طبعا الشهر هذا كان يعني أكملنا سنة كاملة على انتهاء كأس العالم بقطر 2022 والذي نظمته دولة قطر بجمال وإبداع وتنظيم رائع، وهي من الدول حقيقة من دول خليج الوطن العربي اللي نظمت كأس عالم قمة في الاحترافية والتنظيم. طبعا اجمل هدف في كاس العالم الاخيره بقطر هو كان ريتشارد ليسون سجله امام صربيا. يلا نروح الى الاقفال يا علي ونشوف وش كان حظك اللي ما راح تاخذه اليوم. اعطونا الاقفال. ان شاء الله خاصه سبعه كان فيه. خذ من واحد 1500 لك. طلعت من الشرح والله. حتى في هذا انت محظوظ بسم الله ما شاء الله عليك. ما يبي ياخذ من احد، هو فقط يعطي وياخذ الذي له. الله يا ربي يبارك لك يا علي وتستاهل كل خير. يلا ان شاء الله انك تعوض في سؤال الحظ الحين. طبعا بالعاده الحين تقول لا الحين بتضغط. يلا سعد فيصل، اقتصاد وتجاره، رياضه، ثقافه واعلام. ثقافه واعلام. نروح الى الثقافه والاعلام. وسعد فيصل معك 30 ثانيه عليك انك تجاوب سريعا، وفي حال إذا ما عرفت الإجابة حاول أنك تعطينا رمعه لعلها تصيب. السؤال يقول البطيخ الأزرق من أبرز المسرحيات السعودية الحديثة. عبد العزيز إسماعيل، محمد العثيم، مارون نقاش. المؤلف يا جماعة الخير صح؟ أنتوا تقصدون يا محمد ربيع. البطيخ الأزرق من أبرز المسرحيات السعودية الحديثة. عبد العزيز إسماعيل، محمد العثيم، مارون نقاش. فمن هو مؤلف هذه المسرحية؟ ما
مارون نقاش. من؟ مارون. مارون نقاش. يلا مارون نقاش. ليش ما اخترت محمد العثيم؟ توقعت انهم حق سوبر ماركت وتموينات كذا. ايه ما لهم. ها؟ لا محمد العثيم هو مؤلف يعني له العديد من الاعمال الفنيه. كانت الاجابه خاطئه. يلا محمد خير. انا ابغى تختار احمد العثيم. يا سلام. يلا نروح الى الاقفال يا جماعه الخير. المعلومات اللي اعطيتني اياها محمد ربيع صعبه جدا بعدين اقولها. يلا حاطنا الاقفال. 29. 29 كان يحتوي على امنع واحد من المسابقة. يعني كنت بتمنع واحد من المسابقة. الحمد لله والله حماك عنها. بس انه في بالك احد لو انك جاوبت صح تمنع واحد؟ أنا. امانة قول لي امانة. امانة. امانة في بالي؟ ايه في بالك واحد كنت بتمنع من المسابقة لو جاوبت صح؟ ايه في واحد في بالي. امانة قلت لك ها. بدون تقولها بس كان في واحد في بالك؟ لا والله في بالي لا. اذا كان امانه لا والله ما في بالي. ما في احد في بالي. ايه يلا. طيب. طيب لو انحديت على واحد منهم. نعم انحديت؟ ايه. بس. تقبل. ها؟ علي الشمراني. علي الشمراني؟ عشان انك جنبك قبل النوم، ما اعرف سواليفكم، يلا باسم المطيري. والله ثقافة وإعلام ما فيها تفاؤل، بس أنا بين ثقافة وبين اقتصاد لكن ثقافة وإعلام. يلا ثقافة وإعلام. باسم المطير يقول في الثقافة والإعلام. هو آخر سؤالين في هذا القسم وسيطلق هذا القسم في حال انتهينا من أسئلته. السؤال يقول: تميزت بإنتاج الورود منذ أكثر من 100 سنة وبها نحو 700 مزرعة تزرع الورود ومشتقاتها. نجران، حفر الباطن، الطائف. اصبر. تميزت بانتاج الورود. تميزت بانتاج الورود منذ اكثر من 100 سنه وبها نحو 700 مزرعه. الطائف. ثبت الطائف ولكن عطنا. طبعا احنا نعرف ان الطائف بلد الورد. الورد وعروس المصايف. ولكن حبيب قلبي والله يا جماعه الخير اعتذر خلاص. طيب تصير تصير. طيب كيف؟ حفر الباطن؟ حفر الباطن طيب وش تشتهر فيه مناحي؟ تشتهر بأنها ولادة للأبطال. ولادة للأبطال اللي مثلك. يلا اللي هو كانت لباس المطيري صحيحة. تستاهل. يلا باسم ألف مبروك. 400 نقطة ونشوف الأقفال. 28. كم؟ 28. 28. اصبروا 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 لا تفتحون. اصبروا لا تفتحون. اعطوني الشاشة بس يا جماعة الخير. طبعا 28 طبعا انا موجود الصناديق هنا مطبوعة لان انا ما اشوفها بعيد. لان في شاي وصلني هنا. شاي ولا كرك؟ لا شاي ولا كرك. مرق؟ لا انا ما اقدر اذا تسمح لي. انا كيف وصل؟ زين انا هنا ليمون. هنا ليمون اسود. هنا ليمون اسود؟ ها؟ مرتب برا يا جاسم. انا اذا تسمح لي انا ما ودي اردك والله بس اني ما اقدر الحين. كيف؟ استقبل مشروع انا ما استقبل. والله العظيم خلاص هو يقول خلاص تم خله خلنا بس تسمع اسمع اذا تسمح لي ترى كثير والله صب لي شوي بس وعطى سلطان. سلطان سلطان ما اخذ قصه. ها؟ حاشي. لا ما عليك قلنا ترى عيار. لا ترى والله العظيم ترى اي حيار. انتم تفضحون انتم تفضحون. خلاص يا ابن ملحم خلاص. يلا. يلا خلاص خله. يلا يا باسم. طبعا 28 اختار باسم ولكن الله يعينك. لا تكفى. الله يعينك واتخاذ القرار الان في حال انك ما اتخذت القرار حيخصم عليك 5000. اعطونا 28 يا جماعه الخير. والله مرجع. 28 مصادره جلسه احد الملاك. طب واذا رفضت؟ في حال انك رفضت هذا طبعا القرار الحين مني تمام؟ 5000 تمام؟ هذه اللي من المسابقة ومني انا هذه ارتجالية. عرفت؟ لا ولا الحين عشان بعدين يقول شخصا لو انا بتقول لك شخصا يلا
لا بقول انا ما اخذ انا جلسه المصادره تروح لي انا كيف تروح لي انا لا تصادرها تصادرها فقط ما تاخذها انت تروح لمن طيب تصادرها خلاص تصادر ما حد يجلس فيها اي لا لا ممنوع 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 ارجع ارجع ترى مخصم اخصم عليك اخصم عليك ارجع ارجع لا ت... لا تعايط سيدي لا تشل ترى بصادر جلستك هو ذاك ذاك يقول جلستي لا تشل عشان يشيلها اعرف سلطان انا لا لا سلطان لا سلطان جلسته مغير نجس فيها وملحم والله جلسته متعوب عليها والطواله والله كذلك والعرمان يا اخي انا ما ادري من اختار يا اخي يلا بسرعه يلا ي... لازم تصادر الان والله اي من ترشحون يا عيال القرار عندك وانا حطه عندي اعطونا وقت يا جماعه الخير اذا ما صادر دقيقه من ترشحون باسم حطه عندي شيلها انا يلا يلا العرماني يلا يلا لو محمد نواف ايه نواف العرماني مصادرة الجلسة يلا يا جماعة غير فريق الإعداد وفريق الإنتاج يبدأ الآن بمصادرة الجلسة صدروها من الآن يلا معوض خير يا نواف العرماني طبعا يعني أنا بقول شيء والله أني اخترتها لأنها صغيرة يعني طبعا يعني أنك صادرت الجلسة أي يعني حرمته من أي ساعة يجلس فيها من 1200 نقطة يا باسم المطيري وهذه سياسة اللعبة يلا لا بس بقول لك شيء هو أساسا ما هو مستفيد منها يعني الجلوس فيها قليل أصلا نادر لكن أبشر بالعوض والله براحتك عاد هو خلاص اتخذت القرار يلا نروح إلى سؤال الحظ يا جماعة الخير سؤال الحظ سؤال الحظ يقول عليكم أنكم تجاوبون سريع السؤال يقول ما هو عكس نجيب محفوظ ابن خلدون طه حسين نرجع محفوظ بسرعة يا باسم نرجع محفوظ نرجع محفوظ يلا الإجابة كانت صحيحة السؤال مضي باسم أنا لاحظت ما شاء الله علينا عندك اقتناص الفرص وسرعة بديها من أول حلقة كانت للبورصة وكانت نقاط اليوم باسم 400 وأيضا زايد 800 يلا 1200 حصيلة باسم اليوم شباب شباب الوقوف اجلسوا بارك الله فيكم